تنطلق الدورة القادمة لمعرضي آيدكس ونافدكس من تاريخ 17 فبراير لغاية 21 فبراير. قبل المعرض بيكون عندنا مؤتمر الدفاع الدولي اللي بيكون من تاريخ 14 لتاريخ 16 من فبراير. الدورة القادمة بتكون دورة مميزة إن شاء الله. الحمد لله بنحتفل في اليوبيل الفضي لمعرض آيدكس بمرور 25 عام منذ انطلاقته الأولى عام 1993. الدورة القادمة بتكون أيضا مميزة من حيث عدد الشركات المشاركة. عندنا 1310 شركة مشاركة. النمو مقارنة بالدورة السابقة عندنا 6%. المساحة الكلية للمعرضين زادت ب 26% مقارنة بالدورة السابقة، وصلنا إلى 168 ألف متر مربع مقارنة ب 133 ألف متر مربع. عدد الدول المشاركة وصلنا إلى 62 دولة. عندنا نسبة النمو 9% مقارنة بالدورة السابقة. الحمد لله 85% من الشركات العارضة هي شركات عالمية. عندنا 15% شركات وطنية تمثل 170 شركة من الجانبين في نافدكس وآيدكس. من الجانب البحري عندنا نمو 52% في المساحة مقارنة بالدورة السابقة، وصلنا إلى 45 ألف متر مربع. والحمد لله المعرض السنة بيكون مميز. عندنا أجنحة متخصصة للذكاء الاصطناعي مركزين مع الشركات المشاركة على الثورة الصناعية الرابعة. الدورة هاي بتكون مميزة من جميع الأنحاء إن شاء الله، ونحب نشكر القيادة العامة للقوات المسلحة وزارة الدفاع وشركائنا في القطاع العام والخاص على دعمهم اللامحدود لنجاح هذه الفعالية.